السلام عليكم يا سنة تانية، النهاردة هنكمل المحاضرات بتاعتنا اونلاين. الكلاس اللي احنا بدأنا فيها المرة اللي فاتت كلاس نيماتودز المشهورة باسم راوند وورمز. الهوك ووم اول اكزامبل في المحاضرة النهاردة هي من اشهر الوورمز اللي بتسبب هيومن باثوجينيسي الباراسيتيك ديزيز. النهاية بتاعت الجسم بتاعت الميل بيكون فيها جزء مميز جدا بيسموه البورسا، بتكون سراوندينج لمنطقة الكلواكا في الميل، بتشبه الأمبريلا لايك اكسبانشن، محاوطة الجزء الخارجي أو البوستيريور اند بتاعت البادي في حالة الميل وورب، بتشبه في الشكل بتاعها أذرع الشمسية. بالنسبه للاسوفيجاس بتاعها بيكون كلاب شيت او سلندريكال. الماوس ما عندهاش لبس ان كومباريزون تو الكيرف اللي كانت عندها لبس. لو جينا اتكلمنا على الانتيريور اند بتاعت الورم بتكون محاطه بهوكس، ده سبب تسميه الديدان ديت بالهوك وورمز. The two species which are parasitic to man in this group are Ankylostoma duodenal مشهوره باسم الأولد وورلد هوك وور أو إيشيا هوك وورمز، نيكاتر أمريكانس ديت مشهورة باسم نيو وورلد هوك وور أو أمريكان هوك وور. الفرق اللي ما بينهم بيكون في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن وتكوين بعض أجزاء الفم، وكمان في السايز بيبقوا مختلفين. نبدأ بأول إكزامبل أنكليستوما ديودينال الكومنلي نون از ذا هوك diseases and plasmiasis, geographical distribution in tropical and subtropical zones, especially where standards of hygiene are low. المورفولوجي بالإضافة لوجود الأدلت وور بيكون فيها نوعين من الأطوار أو two larval stage. اللارفال ستيج الأولانية بيسموها رابتيدي فورم لارفا، والستيج الثانية بيسموها فلاري فورم لارفا. نحن بقى نتعرف على شكل كل لارفا منهم من حيث المورفولوجي. الرابتيدي فورم لارفا يهمني فيها ان انت تكون عارف الباكال كافيتي هي لونج ولا شورت. يبقى في حاله الرابتيدي فورم لارفا بتكون لونج باكال كافيتي، ومن حيث الجينيتال بريمورديوم بيكون اندستنكت مش مميز لسه لان ده في الدور الاول في الديفلوبمنت. بعدها بتيجي الفلاري فورم لارفا بتبتدي يحصل لوزنج للاورال ستراكشرز، وبتكون عندها شارب بوينت تيل، وهنعرف المورفولوجي ده هيفيدها في ايه during life cycle. يعني كل تغير بيحصل في شكل اللارفا بيكون ليه هدف ان هي هتستخدمه كوظيفه، ان هي مثلا تعمل penetration للسكن او whatever، هتستخدم التحور ده during life cycle بتاعتها في ايه. طيب الادلت وور زي ما انت شايف هي لونها بيكون grayish white. طب لونها ليه ظاهر في الصوره احمر؟ ده معتمد على الستيننج، اللي يعني انا ستيند بسيرتن داي فدتني اللون ده تحت الميكروسكوب عشان اقدر اعمل لها اكزامينيشن. لكن هي النيتشر هي جريش وايت سلايتلي كيرفد اند هاز ا ويل ديفلوبد اوفل باكل كبسول. عدد الاسنان مهم، عندها تو فينترال بيرز اوف كيرفد تيث وان دورسال بير اوف تيث او تريانجل بليتس. ده شكل الهوك بتاعها او شكل الهوكس متوزعه بالشكل دوت، او الاسنان بتاعتها متوزعه بالشكل ده. ناخد فكره بردك عن المورفولوجي بتاعت الميل والفيميل ادلت وورمز. بالنسبه للميل مهم جدا ان انت تكون عارف ان الهوك وورمز بتتميز بوجود البيرسا، وده عباره عن برود ترانسبيرنت ممبرين بيوجع عند البوستيريور اند بتاعت الميل مدعم بريب لايك ريز، فبيشبه الامبريلا شبه الشمسيه. طب جوه البيرسا دي بيوجد ايه؟ بيوجد تو سبيكيولز، ودول بيساعدوا الميل ديورنج الميتنج ان هو كيبنج الفيميل اوبننج على طول تكون مفتوحه. الكلواكا وديت عباره عن اورجن بيفتح فيه الريكتوم والجينيتال كانال. طب وظيفته ايه؟ ان هو يخرج لي الاكسكريتوري برودكتس سواء من الدايجستيف سيستم او من الريبرودكتيف سيستم. طب بالنسبه للفيميل بيبقى فيها فولفا بتفتح فين؟ على الجنكشن اوف ذا ميدل اند بوستيريور ثيرد اوف ذا بودي، ما بين المنتصف والثلث الاخير من جسم الفينيل. طب بالنسبه للايج بتكون اوفل كارلس، الشيل بتاعها بيكون سن، و
لما بتيجي تخرج بره جسم الانسان في الاول بتكون الاوفا بتكون اماتيور، اماتيور اوفا يعني عباره عن فور سيلز، بعد كده بيحصل لها ايه ديفلوبمنت، وبتبتدي يحصل مراحل تطور كتير لغايه ما توصل للانفكتيف فورم اللي هتبتدي تعدي الانسان تاني. This photo representing the buccal capsule of hookworms. Life cycle of hookworms. في key points لازم تكون عارفها. مين ال final host؟ المان. ال infective stage هي اللارفا أو فاليفورم لارفا exactly. Infective route بيكون عن طريق ال skin. طب لما بتخش جوه جسم الإنسان بتتغذى على إيه؟ الفود بتاعها بيكون ال blood and tissue fluids. The site of inhabitation is small intestine. بيحصل blood lung migration، بتخش من blood لغاية ما توصل لل lung. ال migration ده بيعدي على ال skin right heart، بعد كده توصل لل lungs. ديت ال life cycle بتاعة ال hookworm. نبدأ من المان اللي خرج فيه ال feces بتاعته egg. ال egg لما بتكون خارجة من جسم الإنسان بيكون ال ovum immature ovum for cells، ودي تعتبر diagnostic stage. يحصل لها نوع من أنواع الانقسام تطور لغاية ما تبقى egg containing larva. بعد كده اللارفا يحصل لها hatching خلال 24 ساعة. لما توصل لسويل بيكون المناخ كويس، بمعنى ان في water damp soil ودرجة الحرارة مناسبة warm وكمان الأكسجين كفاية. تخرج الرابتيدي فورم لارفا، تعمل أول مورف لها في خلال 3 أيام لغاية ما تديني اللارفا أكبر في الحجم شوية. تعمل المورف التاني تتحول إلى فلاري فورم لارفا اللي هي في بوينتد لارفا، البوينت التيل بتاعها دي قادرة ان هي تعمل بنتريشن للسكن بتاع الانسان، فتعتبر الانفكتيف ستيج. دخلت عن طريق السكن، عملت بنتريشن للسكن، دخلت للسيركيوليشن، وصلت للدم، من الدم وصلت للنط تراكيا فارنس. عند الفارنس هتحصل لها سوالونج تخش في الدايجستيف سيستم لغاية ما توصل للديودينم، تعمل فيه مولتنج توايس، المولت الاولاني وعلى المولت التاني. المولت التاني ده بيحولها لسيكشوالي ادلت ميل اند فيميل، زي ما واضح عندي في الصوره دلوقتي. عندي ميل وفيميل، الفرق ما بينهم واضح في المورفولوجي، والميل كاركترايز بوجود البرسا. يبقى الانفكتيف ستيج عندي هي الفلاري فورم لارفا، دايجنوستيك ستيج عباره عن الايج بوزيتيف الفيسز بتعدي على الاكسترنال انفايرمنت، ما فيهاش اي انترميديت هوست. الفاينل هوست بالنسبه لي المان. وجود الادلت ميل اند فيميل فين؟ في السمول انتستين اوف ذا مان. يحصل فيرتلايزيشن، يطلعوا لي ايج، وهكذا تستمر اللايف سايكل. باثوجينيستي راوند ايتش اور هوك وورم درماتيتس كوزد باي ذا لارفا ات ذا سايت اوف انتري، بينتج عندها اريثيما وفيكيولار ايروبشن. الكلاري فورم رايفا لما تيجي تعمل بنتريشن للسكن هتبتدي تعمل الدرماتيتس، ده بيكون فيري كاركترستيك للهوك وورم. الادلت وورم وانس ان هي وصلت للانتستاينال تراكت هتبتدي تعمل سكنج للبلود باستخدام الباكل كبسولز بتاعتها، فهيسبب هيموريدج الثريشن كرونيك انتيريتايتس. بتفرز انتي كواجولان، ده بيساعدها في امتصاص الدم من الجسم فهيسبب انيميا. ماسيف انفكشن بينتج عنها اكيوت سيمبتومز السيفير ابدومينال بين لوس اوف سترينث اند اديما اوف ذا فيت اند انكلز. Laboratory diagnosis, clinical picture is especially anemia. Microscopical examination del feces وهلاقي فيها الكاركترستيك اكس. التريتمنت تتراكلوريزايلين ميبندازول. السبورتيف تريتمنت ان انا هبتدي اعمل دايتري سبلمنتيشن بايرن وبروتين وفيتامينز عشان اقلل السيمبتومز زي الانيميا اللي ظهر على البيشنت اللي عندي. البريفنشن اند كنترول تريتمنت اوف انفكتد individuals. Sanitary disposal of feces. Protection of susceptible individuals by the habitual use of footwear. Health education. هنبدأ في القسم الثاني من النيماتودز اللي هو التشو نيماتودز أو الفلارياي. Adult worms don't lay eggs. تحطش بيض، لكن بتعمل pierce larva directly. which requires second intermediate host in which development occurs resulting in the production of infected form. الديدان في الحالة ديت مفيش اجز، يبقى دي very characteristic للتيشو نيماتوز.
ان مفيش اجر، في لارفا، اللارفا دي يحصل لها ديفلوبمنت في سكند انترميديت هوست عشان تديني الانفكتيف لارفا. المان هو الفاينل هوست او الديفينيتيف هوست بتاعي، جاي عن طريق الانفيجن اوف سكين بالفلاري فورم لارفا. طيب الفلاري فورم لارفا دي هتوجد فين او موجوده فين؟ في الماوس بارتس اوف انسكت فيكتور، لما يعمل بايتنج للهيومن هينقل له الفلاري فورم لارفا. فلاريال وورمز ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذير هابيتات انتو ليمفاتيك اند كوتينيوس فلارياي. الليمفاتيك انكلودنج وشراريا بانكروفتي بيرجيا مالي، اما الكوتينيوس دراكنكولاس ميدنينسس لوا اونكو سيركا بولفيلس. ليمفاتيك فلارياي هنقارن ما بين الوشرايا بانكروفتي والبرجيا مالي من حيث الديزيز الليفانسيزس وشريليزس بانكروفتيان فلارييزس، من في حالة البرجيا مالي مالاين فلارييز. جيوغرافيكال ديستريبيوشن تروبيكال اند سب تروبيكال كونتريز، في حالة البرجيا مالي اسيا او ماليزيا. اللايف سايكل حدرس الوشراريا بانكروفتي، المود اوف ترانسميشن او ترانسميتد عن طريق فيكتور بيكون اسمه ايه في حالة الوشراريا بانكروفتي؟ انوفيلس او كولكس موسكيتو. بالنسبة للبرجيا مالي تبقى مانسوناي او ايدس موسكيتو. في حاجة كاركترستيك جدا للوشراريا بانكروفتي، ان الادلت فيميل ما بتحطش اللارفا بتاعتها اللي هي المايكروفلاريا الا عن طريق ارتباطها بدورة ليلية بيسموها نيكتيرنال بريدستي، يعني الفلاريا مش هتبقى موجودة في الدم الا بقدوم الليل باي نايت. الانفكتيف ستيج مايكروفلاريا وان كيس اوف كبرجيا ملي مايكروفلاريا. سايت اوف انفكشن او الهابيتات بتاعتها في جوه جسم الانسان، وشرايا بانكروفتي موجوده في الليمفاتيك جلاندز اند فيزلز اوف ليجز اند جينيتال اورجنز سبيشالي تستس، برجيا مالي ليمفاتيك جلاندز اند فيزلز اوف ليجز. الباثوجينيسيس اند كلينيكال فايندينجز، الاثنين بيشاركوا في السيمتومز بسبب وجود الادلت وور. It causes local inflammation, dilatation and rupture of lymphatics and fibrosis which may cause obstruction leading to elephantiasis and other clinical lesions. الإلفانتيزيس دوت اللي هو مرض الفيل أو داء الفيل. Laboratory diagnosis أقدر أعمل blood film في البوث كيسز فهشوف المايكروفلاري، لكن في حالة الوشراريا بانكروفتي عشان هي مرتبطة بالنكتيرنال بريدستي هشوف المايكروفلاريا بالليل، يبقى البلاد فيلم هيتعمل او البلاد هيتاكن فروم ذا بيشنت ات نايت. اما في حاله البرجيا مالي مش مرتبطه بالنكتيرنال بريدستي، ما عندهاش الخاصيه دي، فممكن اجمع المايكروفلاريا وات ايفر انا الصبح او بالليل. اكس راي في كلا الحالتين عشان اعمل اكزامينيشن للكالسيفايد ادلت وورمز. التريتمنت اول حاجه خالص بتكون السيرجري عشان اشيل او اعمل ريموفنج للفايبروتيك تيشو اللي اتكونت والكالسيفايد وورمز. هيترازان ده الدراج اوف تشويس في الحاله ديت، بعمل كنترول المسكيتوس وماس تريتمنت. الصوره اللي قدامي ديت بتوضح مرض داء الفيل اللي هو الالفانتيزيس. لايف سايكل اوف وشراريا بانكروفتي، نبدأ من الهيومن الفين ميل والفيميل ادلت وور. يحصل فيرتلايزيشن، في الحالة ديت الفيميل مش هتضع ايج، الفيميل هتضع مايكروفلاريا give birth to larval stage بنسميها مايكروفلاريا موجودة في البريفلال بلاد. تيجي الموسكيتو اللي هي الكوليكس موسكيتو تعمل سافنج للبلاد كبلاد ميل. جوه الجسم بتاعها يحصل ديفلوبمنت للارفال ستيج ديت اللي هي المايكروفلاريا لغاية ما توصل لطور قادر على العدوى بيسموه انفكتيف ستيج اللي هو الثيرد لارفال ستيج. وهي الموسكيتو اللي عندها الثيرد لارفال ستيج موجودة في المفرز بتاعتها هتبتدي تنقلها تاني during blood meal لهيومن جديد، تتحول جواه لأدلت ميل اند فيميل تنتج المايكروفلاريا
يحصل لها ساكن داخل جسم الكوليكس موسكيتو، وهكذا تستمر اللايف سايكل. يبقى من اللايف سايكل اللي قدامي دي اقدر استنتج مين الفاينل هوست، الهيومن، انترميديت هوست الكوليكس موسكيتو، انفكتيف ستيج السيرف لارفال ستيج، والدايجنوستيك ستيج المايكروفلاريا. المايكروفلاريا انا هكشف عنها ازاي؟ هعمل بلاد فيل، بجمع الدم ات نايت، لان هي مرتبطه بالنكتيرنال بريودستي، هتظهر في الدم اثناء الليل. الدايجرام اللي قدامي ده بيوضح اكتر اللايف سايكل بتاعت الوشرايا بانكروفتي كلارفال ستيج. بيحصل ديفلوبمنت اللارفال ستيج ديت جوه الموسكيتو ازاي؟ انا عندي ميل وفيميل موجودين في الليمفاتكس او في الليمف نودز بتاعت الهيومن. الفيميل جيف بيرث تو مايكرو كلاريا، هتحصل لها اكسبريشن فين او تخرج فين؟ هتروح في البريفرال بلاد، لما تيجي الموسكيتو اللي هي الكوليكس سبيشيز تعمل ساكنج للبلاد كبلاد ميل، تخش المايكروفلاريا جوه جوه جسم الموسكيتو، ويحصل لها مولتنج سيفرال تايمز لغايه ما توصل للانفكتيف لارفا. الانفكتيف لارفا تتنقل تاني للانسان لما بيحصل بايتنج بالموسكيتو اللي هي الكوليكس سبيشيز، ويتنقل له الانفكتيف لارفا، تروح للليمفاتيك تيشو او للليمف نودز، ويحصل لها ديفلوبمنت لغايه ما توصل لشكل ادلت ميل وفيميل، جيف بيرث تاني لمايكروفلاريا، وهكذا تستمر اللايف سايكل. كوتينيوس فلارياج هندرس تحتها 3 examples: تراكينكولاس ميدانيليسس commonly known as linear fire war، لوا لوا commonly known as eye war، اونكوسيركا بولفيلاس known as blinding war. الديزيز دراكونكولوزيس او لوييزيس اللي هي الكالبلر سويلينج، اونكوسيركيزيس ريفر بلايندنج. Geographical distribution in the tropics and subtropics in India, Africa and South America. في حالة اللوا لوا infection is endemic in West and Central Africa, especially Angola, Cameroon, Congo and Guinea. Onkocerca geographical distribution بتاعها بيكون في tropical Africa، وفي فقاعة موجودة في Southern Arabia في اليمن and in Latin امريكا. المود اوف ترانسميشن او الفيكتور اللي هو بالنسبه لي الانترميديت هوست، في حاله الدراكنكلاس درينكينج اوف ووتر كونتيننج سايكلوبس، السايكلوبس ده هو الانترميديت هوست. لوا لوا عن طريق البايتنج باي فلاي اوف جينس كريوسوبس او كومنلي نون از مانجو فلاي. اونكو سيركا عن طريق البايتنج باي فلاي اوف جينس سيميولم او معروف باسم البلاك فلاي. الانفكتيف ستيج في حاله الدراكنكلاس عباره عن اللاربا حصل لها ريليزنج افتر ديث اوف سايكلوبس، في حاله اللوا لوا لاربا، في حاله الانكو سيركا بولفيلاس بتبقى اللاربا. السايت اوف انفكشن سبريد فروم انتستاينال وول تو تيشو، لان هي داخله عن طريق درينكينج اوف ووتر، ومن بعد ما يحصل لها سوالوينج وتوصل للانتستين بيحصل لها ريليس وتوصل للتيشو السبكوتينوس تيشو. اللوا لوا السايت اوف انفكشن او الهابيتات بتاعتها بتستقر في السبكوتينوس تيشو اند ماسلز. حاله الانكو سيركا بولفيلاس بتبقى في النوديولز في السبكوتينوس تيشو. الكلينيكال فايندنج في حاله الدراكنكلاس سكين ألسر، ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن لان في الالسر الحفر ده. Rupturing during surgical removal results in anaphylactic reaction due to spread of larva to subcutaneous tissue. يعني ايه؟ في طريقة ميثود قديمة ancient method عندهم، طريقة قديمة بيسموها rolling stick method، بيتم فيها تجميع الادلت ورم على عصاية خشب. لو حصل وان ان انا كسرت العصاية دي او شديت العصاية دي جامد بره السكن، هيحصل rupture للادلت ورم، هينتج عن الرابشر ده الريز للارفا اللي موجوده في جسم الفيميل. وجود اللارفا بكميه كبيره في التيشو بتاعت الهيومن حاجه غريبه عن جسم الانسان، هيتقابلها انافلاكتيك تشوك او انافلاكتيك رياكشن ممكن تنتهي بس. الكلينيكال فايندنجز في حاله اللوا لوا ناتجه عن المايجريشن بتاعت اللارفا من السبكوتيني والتيشو لغايه ما توصل للاي. في الاي هتبتدي تعمل سويلنج وحاجه اسمها انجي اوديما، ده سبب تسمية الديزيز بال
كالابار سويلنج، بيحصل امبيرمنت للفيجن. طيب انا عشان اشوف المايكروفلاريا هشوفها فين، في البلد او في جسم الانسان، في الدم، لو عملت بلد فيلم هشوفها في فتره النهار دي تايم، فعشان كده بيسموها دينال او دينال بيودستي. يبقى دلوقتي عندي الوشراليا بانكروفتي كانت نيتيرينال بريدستي اللي هي فترة النايت، اما اللولوة كانت عندها فترة الدي بيحصل فيها ان المايكروفلاريا ممكن اجمعها من الدم، فبسميها دينال بريدستي. الباقيين بقى لا، المايكروفلاريا مش مرتبطة بسايكل، مش مرتبطة بنهار او بليل. طيب الكلينيكال فاينز في حالة الانكوسيركا، الادلتس والمايكروفلاريا بريزنت اونلي ان سبكوتينيوس تيشو ليدنج تو بريورايتس بابيول درماتيتس، بيحصل سيكننج في السكن، يحصل اللي هي فايبروتيك او فايبروس انكو سيركوما، بيحصل سكيلينج اند دراينس اوف سكن بعد الفورميشن اوف البابيول ديت، بتؤدي الى تكوين ليزرد سكن. ممكن ان الاي يحصل لها انفولفمنت ويحصل اوكيولار ليجن ليدنج تو بلايند، عشان كده بيسموها بلايندنج. الدرابينكلوزس، الصور دي بتوضح الكلينيكال بيكشر، ستارتنج من السكن ألسر، بعد كده يحصل له إروجن زي ما انت شايف. والصور دي بتوضح الرولينج ستيك ميثود اللي انا حكيت عنها، ان انا بعض الناس في المنطقة دي استخدموا العصاية الخشبية ان هم يسيبوا الدودة تعمل رولينج عليها لغاية ما يخلص حجم الدودة كله او الدودة كلها تخرج بره جسم الانسان. لو حصل وان انا شديت الدودة او اتكسرت جسم الفيميل ادلت وورم جوه السكن بتاع الانسان، هيسبب ده ايه؟ هيسبب ريليز لكميه كبيره جدا من اللارفا، هينتج عنها انافلاكتيك رياكشن، ممكن يبقى قوي جدا انه ممكن يسبب الدس. الكالابار سويلينج اللي هو كوزد باي لوا زي ما انت شايف، ديت ممكن تبقى بعض الصور ريبريزنتيتيف للكلينيكال بيكشر. الدوده موجوده جوه العين فبتعمل امبيرمنت في فيجن، ممكن تسبب بلايندنس. والصوره الثانيه ديت بتوضح الانجيوديما، السويلنج اللي بيحصل في منطقه الاي. اونكو سيركايسس او المرض المشهور باسم ريفر بلايندنس بيسببه اونكو سيركا بولفيلاس. الصور دي بتوضح الليزرد سكين، وبتوضح ان لو حصل انفولفمنت في الاي ممكن تنتهي ببلايندنس. لابراسي دايجنوزيس في حالة الدراكونكلاس بتبقى ديمونستريشن اوف مايكروفلاريا ان لوكال ليجن، في حالة اللوا لوا ديمونستريشن اوف مايكروفلاريا ان بلاد، في حالة الانكوسيركا ديمونستريشن اوف مايكروفلاريا فروم نديول اسبيريت اند سبكوتينيوس فلويدز. التريتمنت والكنترول في حالة الدراكونكلاس رولينج اب ذا وور اون ستيك جراديوالي، ما يتمش الموضوع بسرعة بتسرع لان ده هيؤدي الى تكسير الادلت فيميل وور وريليز للمايكروفلاريا اللي هتبقى موجوده في السبكوتينيوس تيشو، فهتؤدي الى انافلاكتيك رياكشن. بدي تايابندازول واعمل ديستراكشن اوف السايكلوبس باي كوبر سلفيت. في حاله اللوا لوا داي ايثايل كربامازين سوزينج لوشن عشان يقلل الاعراض بتاعه الكالافار سويلنج، واعمل ايراديكيشن اوف فلايز. في حاله الانكوسيركا سيرجري سيرامين للادلت وورمز وايبرامكتين في حاله المايكروفلاريا ايراديكيشن اوف فلايز. الدايجرام اللي قدامي ده بيوضح اللايف سايكل اوف دراكنكلاس ميدينينسيس. نبدا اللايف سايكل بانسان عمل درينكينج الووتر كونتامينيتد ويز سايكلوب، دخلت الميه جوه الاستومك، حصل دايجيشن للسايكلوب وحصل ريليز للارفا. اللارفا في الحاله ديت عندها القدره ان هي تعمل بنتريشن للاستومك والانتستاينال وول لغايه ما توصل للسبكوتينيوس تيشو، يحصل هناك ماتيوريشن للارفا ويبتدي يحصل الريبرودكشن ما بين الميل والفيميل. بعد كده الفيميل ادلت وورم يحصل لها مايجريشن لغايه ما توصل زي مثلا للفوت، تبتدي تكون السكن ألسر والبليستر. البليستر ديت كل ما هتلامس ميه هيحصل استيميوليشن للادلت فيميل ان هي تعمل ريليزنج للارفا. اللارفا بتاعتها هتنزل في الووتر، يبقى ديت اللي هي لارفا نمبر 1 هتحصل لها الريليزنج في الووتر، هتبقى كونسيومد بالسايكلوب. يبقى السايكلوب في الحاله ديت محتوي على لارفا 1 جوه الجسم بتاعه، يحصل له نوع من انواع المولتنج لغايه ما يوصل لستيج معين يسموها لارفا 3 او اللارفا المستعده ان هي تكون
تعدي الانسان. دخل السايكلوب تاني للانسان في شكل كونتامينيتد ووتر في سايكلوب، يحصل انجيشن للسايكلوب وهكذا تستمر اللايف سايكل. يبقى في الحاله ديت الادلت ميل والفيميل موجودين فين؟ في السبكوتينيوس تيشو. طيب الانفكتيف ستيج هتبقى اللارفا اللي موجوده في جسم السايكلوب. طيب المود اوف ترانسميشن او النقل ازاي او المود اوف انفكشن هيبقى درينكينج ووتر كونتامينيتد وذ سايكلوب. الفاينل هوست هو الهيومن والانترميديت هوست هو السايكلوب. الصورة اللي قدامي دي بتوضح المايجريشن بتاعة الفيميل لغاية ما توصل للمنطقة زي الفوت مثلا اللي هتبتدي تعمل فيها البليستر. كده يا سنة تانية احنا خلصنا الجزء الخاص بيا سيستودز اند نيماتودز. اي استفسار بخصوص الجزئين دول ممكن تبعتلي على الايميل بتاعي دوت، وانا بإذن الله اتواصل معاك وارد على اي استفسارات ليكم. شكرا جزيلا.